لسه دايماً الحضارة المصرية هي محل إبهار للعالم كله، قادرة على إثارة الدهشة في كل يوم. العالم كله بينتظر بترقب افتتاح أحد الصروح الثقافية والمتحفية العملاقة، المتحف المصري الكبير، اللي قدر خلال عام من التشغيل التجريبي خلال عام 2023 تحقيق رقم زيارات ضخم جدا. احنا بنتكلم على حوالي 800 ألف زيارة ليلة في سنة واحدة في 2023. حي محمد، التشغيل التجريبي ده كان فيه مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة اللي يعني يمكن حطت صورة كده بشكل عام للمتحف وأهم الحاجات اللي موجودة فيه، لكن خلونا نتكلم عن حصاد التشغيل التجريبي مع دكتور عيسى زيدان مدير الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف الكبير. صباح الخير، بنرحب بحضرتك. صباح الخير يا فندم، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. خلينا بداية نتكلم عن الرقم النهائي لعدد الزيارات للمتحف المصري الكبير واللي كانت خلال عام 2023 في التشغيل التجريبي ليه، واحنا عارفين التشغيل التجريبي ده ان مش كل الأماكن كانت مفتوحة للزيارة بالنسبة للجماهير. وطبعا زي ما حضرتك قلتي هو عدد ضخم جدا من خلال تشغيل تجريبي وليس افتتاح للمتحف في اماكن محدوده جدا زي منطقه المسله المعلقه، زي منطقه البهو العظيم ومنطقه الدرج العظيم، بالاضافه الى المنطقه التجاريه. التشغيل التجريبي ده ليس خلال عام 23 ولكن هو في ايام قليله او شهور قليله جدا في خلال عام 23 حققنا الحمد لله زيارات ما يقرب من حوالي 750 الف زائر، وده بيدينا يعني مؤشر جيد جدا على ان المتحف خلال الافتتاح الرسمي ان شاء الله اللي كان مستهدف ان هو يحقق 5 مليون زائر سنويا، ان شاء الله هيحقق اكثر من 5 مليون باذن الله، وهيكون قبله السياحه لمصر باذن الله. نعم. دكتور عيسى، من يعني اصدقاء اللي راحوا وزاروا المتحف الكبير ونقلوا خبرتهم، يعني قالوا لي انه فكره العرض التفاعلي كانت من اكثر الافكار المميزه جدا واللي فعلا بتقدم اسلوب متحفي جديد ومختلف بشكل كبير عن سابقاته من العروض المتحفيه اللي احنا بنشوفها في المتاحف المختلفه. هو طبعا هو في عرض تفاعلي بيخص الفرعون الذهبي الملك توت عنخ امون، من خلال هذا العرض التفاعلي بيتكلم وبيحكي عن فصول كثيره جدا في حياه مصر القديمه، بيبدا الفصل الاول عن بيتكلم عن نشاه مصر، ازاي نشاه مصر في العصور القديمه من خلال أو المعبود أتوم وتكليها على التل الأزلي، وثم بعد ذلك بيتكلم على جمال مصر ونجوم مصر المتلألئة في حتى يشرق إله الشمس الإله رع، ثم بعد ذلك موضوع تاني من خلال العرض التفاعلي بيتكلم على سحر مصر وجمال مصر بالألوان، بيعرض إزاي مصر كان الفنان المصري القديم كان مبهر وكان رائع في خلال استخدامه للألوان من المعابد والمقابر، النقوش اللي هي الجميله جدا اللي بتخص المصري القديم، ثم بعد ذلك بيتكلم عن اكتشاف مقبره توت عنخ امون وكل وسائل الاعلام اللي كتبت وصوت كارتر وهو بيحكي عن هذا الاكتشاف انه اعظم كشف اثري في العالم، ثم هذا العرض التفاعلي بينتهي بكنوز الملك توت عنخ امون اللي هي مميزه جدا وبيعرضها زي القناع الذهبي زي التوابيت المذهبه، بالاضافه الى 5398 قطعه بيتم عرضهم من خلال العرض التفاعلي اللي هو موجود في المتحف المصري الكبير، بالاضافه طبعا ان احنا العروض اللي هي المميزه جدا وسيناريو العرض المميز الرائع جدا للاثار اللي هي موجوده على الدرج العظيم اللي هي موجوده في قاعات العرض الرئيسيه، 12 قاعه من اهم واجمل قاعات العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير، بتبدا من عصر ما قبل الاسرات الى العصر اليوناني الروماني، بالاضافه الى قاعتين الملك توت عنخ امون الحمد لله العمل انتهى فيها بنسبه 99%، بيتم وضع اللمسات النهائيه خلاص الحمد لله. قاعات عرض لتوت عنخ امون هتبهر العالم كله، هيتم عرض مجموعه من الاثار المميزه جدا للفرعون الذهبي لم يراها احد من قبل، لم يراها الدارس او الزائر بصفه عامه، فالمتحف مؤسسه ثقافيه حضاريه متكامله هيتم عرض فيها كل الاثار اللي هي بتخص الحضاره المصريه القديمه. نعم. طيب دكتور، مع نجاح تجربه العرض التفاعلي للملك او الفرعون توت عنخ امون، هل الفكره دي هتستمر مع افتتاح المتحف بشكل رسمي؟ هل هيكون في تفكير في عروض ثانيه مشابهه بافكار مختلفه، ولا هي هتنتهي مع انتهاء الافتتاح التجريبي او التشغيل التجريبي؟ لا، هي العروض التفاعليه والمعارض المؤقته مستمره داخل المتحف المصري الكبير، العرض التفاعلي مستمر الخاص بالفرعون الذهبي، و
هناك اتجاه وتفكير ان يتم يعني عروض تفاعليه كثيره جدا، يعني ممكن عرض تفاعلي يتكلم عن الملك خوفو ومن هو الملك خوفو ومراكب الملك خوفو، عرض تفاعلي يتكلم عن الجد الاعظم للقدماء المصريين اللي هو الجد الفرعون رمسيس الثاني. ففي افكار جديده جدا هتبقى مستمره لعروض تفاعليه سواء داخل المتحف او داخل المعارض المؤقته بالمتحف المصري الكبير. دكتور، ايه ابرز المناطق اللي ممكن كمان زيارتها داخل المتحف الكبير؟ هو احنا طبعا حضرتك لو خدنا الزائر او حضرتك جاي تزور المتحف المصري الكبير هتبدا من ميدان المسلة المعلقه، ميدان مسلة الملك رمسيس الثاني، ثم بعد ذلك البهو العظيم اللي هو فيه تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود الملك ميرم بتاح وتمثال لملك وملكه من العصر البطلمي، بالاضافه بعد ذلك الى الدرج العظيم اللي هو عليه 60 قطعه من الاثار الثقيله والضخمه جدا، بعض القطع بتزن ازيد من 55 طن موجوده على الدرج العظيم، ده طبقا لسيناريو عرض موجود بيتكلم عن الملكيه، بيتكلم عن الاماكن العباده في مصر القديمه، الملك وعلاقته بالالهه، الحياه الاخرى، وبينتهي الدرج العظيم ببانورما عرض رائعه الاهرامات الثلاثه احدى عجائب الدنيا السبعه وكانها معروضه في فاترين عرض، ثم بعد ذلك هيزور اللي هو قاعتي الملك توت عنخ امون وقاعات العرض الرئيسيه، بالاضافه ان احنا عندنا متحف نوعي مميز جدا جدا مش موجود في العالم بيختص بمراكب الملك خوفو. صحيح. المركب الاولى والمركب الثانيه اللي بيجري العمل الان على ترميمها بالتعاون مع الجانب الياباني مراكب الشمس اللي هي المركب الاولى اتنقلت الحمد لله وموجوده داخل هذا المبنى المميز جدا، والمركب الثانيه بيتم الان العمل على تجميعها لان تم استخراجها مؤخرا وبيتم ترميمها عشان لاول مره هيتم عرض المركب الاولى والمركب الثانيه في بانوراما عرض رائعه داخل متحف مراكب الملك خوفو. دكتور، ايه هي اهم المميزات يمكن الموجوده في المتحف بالنسبه للسائحين وغير المصريين فيما يتعلق باساليب الشرح المختلفه للقطع الاثريه، كمان الشرح الصوتي بمختلف اللغات والامكانيات او التقنيات الجديده اللي موجوده في هذا المتحف واللي يمكن هتظهر بشكل كامل مع الافتتاح الرسمي؟ هو احنا بنتكلم عن ان المتحف مؤسسه ثقافيه حضاريه متكامله، المتحف طبعا الاثار كلها فيها بطاقات شرح، كل قطعه من الاثار موجوده على سواء في اي قاعه من القاعات العرض الرئيسيه اللي هي الليبلز اللي هي موجوده عليها بيوصف الاثر، ما هو الاثر، جاي منين، توصيف الاثر، بالاضافه عندنا طبعا شاشات العرض التفاعلي اللي هي موجوده في القاعات وموجوده على الدرج العظيم، كل وسائل التكنولوجيا الحديثة اللي هي بتستخدم في العرض المتحفي من التحكم البيئي، من الإضاءة، من الحرارة، من الرطوبة، كل ده موجود على الدرج العظيم وعلى قاعات العرض الرئيسية داخل المتحف المصري الكبير. الزائر أو السائح مش هيحتاج، ممكن لو جاي لوحده مش هيحتاج مرشد، وبالإضافة إلى ذلك إن المتحف شركة الإدارة بتوفر مرشدين على أعلى مستوى، يعني فور فري لأي زائر بيجي يحب يزور المتحف المصري الكبير، بالإضافة طبعا المنطقة التجارية اللي هي طبعا يعني إحنا طبعا بعد الزيارات أي سائح أو أي ضيف بيحب يستريح، لو كان مثلا هياكل هيشرب حاجه، كل أكيد. المنطقه التجاريه، المطاعم على اعلى مستوى، الكافيهات على اعلى مستوى، الجيفت شوب اللي موجود. صحيح. في المتحف واحد من الاشياء المميزه جدا في المتحف المصري الكبير، فكل وسائل التكنولوجيا الحديثه وكل اللي يحتاجه السائح موجود، بالاضافه ان المتحف مزود لكبار السن وذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه في السلالم المتحركه في الاسانسيرات اللي هي بتوصلك للقاعات، فكل شيء مدروس ومعمول يعني حسابه. كل في الخدمات مقدمه دكتور عيسى، خدمات زي ما حضرتك قلت اثريه وثقافيه وترفيهيه كمان لكل زائر بتضمن له تجربه ممتعه وتجربه مختلفه في زياره المتحف الكبير. عايزين نتكلم مع حضرتك يعني عن البوابه الاخيره اللي تم تركيبها امبارح وكانت بمثابه تحدي، احنا عارفين انه في كل لحظه يعني وفي كل ركن من اركان المتحف الكبير العمل متواصل ومستمر، لكن تركيب البوابه امبارح او البوابه الاخيره دي كانت بمثابه تحدي في تركيبها. هو حضرتكم اكيد متابعينا كويسين، اكيد في كاميرات مركبها لنا عندنا داخل قاعات العرض بقى الرئيسيه ولا ايه، ما انا مش عارف. هو فعلا في امبارح تم تركيب اعمده ضخمه للملك ميرم بتاح وبوابه ضخمه جدا، كان تحدي كبير جدا، اعمده تصل الى 7 متر داخل قاعات العرض الرئيسيه، لان قاعات العرض الرئيسيه منقسمه الى فترين واثار ثقيله على القواعد الرئيسيه. كان في تحديات كبيره جدا داخل الاثار الثقيله على قاعات العرض الرئيسيه، الحمد لله انا امبارح انتهينا من تركيب الاعمده الخاصه بالملك ميرم بتاح،
والبوابه، وبالاضافه الى ان في بعض البوابات ايضا الكبيره جدا للملك سوسير تبتزن هذه البوابات اكثر من 40 طن تم الانتهاء منها. فالعمل في الاثار الثقيله داخل القاعات الرئيسيه في تحدي كبير جدا جدا. الحمد لله نجحنا خلاص، احنا في وضع اللمسات الاخيره والقطع يعني بسيطه جدا. احنا 97% من الاثار الثقيله انتهينا منها، بالاضافه الى 99 من الفترين خلاص يعني داخل قاعات العرض الرئيسيه انتهينا منها خلاص الحمد لله. وضع اللمسات النهائيه خلال ايام هيكون انتهينا من كافه الاعمال ليكون المتحف جاهز للافتتاح بعد ان يتم تحديده من قبل القياده السياسيه. دكتور، في كمان يمكن خلال التشغيل التجريبي كان في ورش عمل بتقام للاطفال في بعض الاماكن بالمتحف، يعني كلمنا عن المضمون اللي كان موجود في الورش دي وفكره كمان توجيه ربما امكانيات ومميزات بالنسبه للاطفال وصغار السن ان هم يحرصوا ان هم يزوروا مكان زي المتحف المصري الكبير. هو طبعا هي ورش العمل مستمره يعني على طول داخل المتحف المصري الكبير. احنا بالمناسبه عندنا متحف الاطفال داخل المتحف المصري الكبير، وهو واحد من المتاحف المميزه جدا اللي هو بيعلم الطفل المصري الحضاره المصريه كيف نشات، بينمي الانتماء عند الطفل للحضاره المصريه القديمه. هل ده معروض فيه يا دكتور قطع اثريه ولا لا يعني ده شرح؟ لا، قطع مستنسخات موجوده داخل متحف الطفل، عشان طبعا في تلامس مع القطع، الطفل بيتعايش مع هذه القطع، فطبعا ما ينفعش ان هي تكون قطع اثريه، فطبعا بيبقى مستنسخات موجوده داخل متحف الاطفال. بالاضافه ان احنا برضو عندنا كمان قاعه لمحاكاه الواقع الافتراضي داخل المتحف المصري الكبير، اللي هي بتتكلم عن نشاه الدفن عند المصري القديم وتطوره حتى وصلنا من اول للميكان بير لحد ما وصلنا لطريقه الدفن داخل الاهرامات. قاعه لمحاكاه الواقع الافتراضي، حضرتك بتخش القاعه تلبس النظاره تعيشي تجربه فريده جدا جدا، بالاضافه الى تجربه اللي هو العرض التفاعلي لتوت عنخ امون. هذه القاعه موجوده لمحاكاه الواقع الافتراضي موجوده داخل المتحف. ده شيء عظيم، شيء عظيم جدا. في اقل من دقيقه دكتور مختار، دكتور عيسى عفوا، لو تسمح لنا اللي فين وصلنا في العمل في مراكب الشمس، يعني وصلنا لغايه فين فيما يتعلق بمراكب الشمس داخل المتحف الكبير؟ هو المتحف الاعمال الهندسيه انتهت بنسبه 100%، التشطيبات 95%، المركب الاولى موجوده داخل المتحف المصري الكبير خلاص هيتم تاهيلها داخل المتحف، المراكب ملك خوفو هيتم تاهيلها خلال الايام القليله القادمه باذن الله. المركب الثانيه بيتم العمل الان على تجميعها تجميع مبدئي عشان هيتم عرضها جنبا الى جنب، بحيث ان هيبقى في تجربه برضو فريده جدا داخل المراكب الملك خوفو، ان الزائر اول ما هيدخل هيدخل يشوف المركب الاولى وهي متجمعه، ياخد فكره ازاي المصري القديم كان عامل المراكب، ويكمل الجوله بتاعته وهو بيشوف المصري الحديث وهو بيجمع المركب الثانيه. فدي هتبقى برضو تجربه يعني فريده وهتبقى مؤثره جدا جدا مع الزائر، هيشوفنا واحنا بنجمع المركب الثانيه كما جمعها اجدادنا المصريين القدماء. اكيد جميعنا بننتظر الانتهاء من المتحف المصري الكبير من كل القاعات والافتتاح الكبير المنتظر ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا دكتور عيسى زيدان، مدير الشؤون التنفيذيه للترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري الكبير.